بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار تحفيز الشباب ديالنا في قصص، عندي لكم جوج القصص فيهم جوج الأشخاص. القصة الأولى عن التفاؤل والثقة في النفس والعكس ديالها السلبية والتشاؤم. هادو أصدقاء جوج قابلتهم في حياتي المهنية. واحد لقيتو خدام، يعني خدمة، هو الخدمة كلها شريفة، ولكن إنسان يدي لا ليسونس ديالو وفي الآخر يجي يخدم خدام عادي بخمسين درهم للنهار في واحد المحل اللي تيبيع السلعة ب مش كنقولها بالكرو كما كنقولو. فقلو سي فلان علاش الحالة؟ قالك ودي كل عام كنمشي وكندير وقفات قدام العمالة وهادي. قلت له شتاك انت الوقفه قدام الناس؟ قلب على راسك، عندك ان ليسونس، عندك ثقه في نفسك، قلب على راسك. فمرت الايام وواحد النهار تلقيت مع ابن الخاله ديالو اللي تخرج معاه في نفس السنه، وكانوا دايرين حياه جامعيه اونصومبل، يعني كارين مع بعض وعايشين مع بعض كما كيديروا مع الشباب المغاربه. خدام، هو خدام خدمه محترمه وزوينه ومربحه. جلسنا في الكافي، وانا في هذيك الليله يعني في هذاك المساء شاد الطريق جاي للدار البيضاء حيث كنت أشتغل. فقلت له فلان، قال لي شنو؟ قلت له دي عندي إحساس، شوف النية شحال مزيانة باش نلقى شي عمل مشرف للأخ ديالنا بجوج. فضحك ضحكة ديال التهكم وقال لي لا، قال لي فين غتلقى عليه. المهم قال لي أنا غادي نشوف، وهز التليفون وعيط على واحد، داك الشخص من ديك النوعية اللي كيتجاوب معاك في يفهمها طايرة، ولكن هو ما طاير ما والو، غير اسفل السفينه. قال ليها فلان، قال لي عندي واحد الخاله مسكين عنده لا ليسونس هادي وما لقاش خدمه، شوف ليه شي حاجه واخا غير شي فور. انا ضرتني بزاف. الاخر تا هو جاوبو بكل زعما قمه النفاق اللي كاينه في المجتمع مع الاسف. قال لي دابا ما كاين والو، ولكن ما شي دابا نشوف، دابا نشوف كي ندير وهادي وهادي. انا اقول هذا الكلام والله علي شهيد، تحمل مسؤوليتي امام الله. فدرت عنده بداك الامر، ضرني حزني في قلبي، شوف الى 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 حس بك الله كيعطيك. قلت ليش سمعت يا فلان؟ قلت له في هذا الاسبوع غادي نلقى ليها عمل ان شاء الله. وقطعت الهضره وجا الوقت ديال الحافله ديالي، ركبت مشيت في حالي. لغد لي في الصباح، ماشي سيمانه من بعد، كان الحد في الليل، صباح الاثنين خدام مع 12 خارج، لقيت واحد المدير ديال واحد المؤسسة كيهضر مع صاحب المؤسسة، هذه مؤسسة حرة. فأنا حييته من بعيد، ومن بعد قلت له تمشي عنده، داك مالك ديال المؤسسة كانت لي عندي مدة ما شفتوش. فسلمت عليهم بجوج، ولقيتو تيقول ليه 164 واحد اللي جاوبوا على لانونس، غتكون صعيبة عليا الحال باش نختار منهم. انا ربي سخرني، قلت ليه كيبغي الله يدير الاسباب ديال الاسباب. قلت له شنو الموضوع؟ قال لي ودي راه عندنا واحد البوست فاكون، ولقينا بزاف ديال الناس اللي جاوبوا على لانونس هادي كذا. قلت ليه ما دير والو، كاين واحد الاخ فيه كاع المواصفات اللي تبغوا، الصبر والمستوى وكل شيء عنده. المدير غي جاوبني صاحب المؤسسه، قال لي ملي جاب هذا السيد هذا انا لا اناقش، اني عندي فيه الثقه الكامله، خلو السيد. قال لي انت يقدر يكون هناك الغدا الصباح، غير فتهم بضعه امتار وعيطت عليه. وكان مسكين كيصيد في الواد، فقال له الصديق ديالو اللي حدا، قال له راه داكشي انا نجمعو، سير وجد راسك سير عندي. وجا عندي الغد ليه، وقدمته ليهم وخدم معاهم وعطانا نتائج حتى وصلوا له هو مدير ديك المؤسسه. ومن بعد جات شاور معايا، قال لي راه جاتني فرصه باش ننضم التعليم العمومي. قلت له سير الله يوفقك. هو الان في التعليم العمومي على بعد كيلومترات بسيطه على البيت ديالهم، وبخير واحد اخر كما كنقولوا حنا المغاربه. هذا الاول. الثاني كان شاب صغير، يعني عنده ليسونس في الانجليزيه وعنده مستوى مولع، كيزيد يطور راسو. فاش كان عاجبني داك الشاب، يعني عنده ليسونس وكيمشي يدير ديكور في بريتش سنتر، وكيقاتل يدير ديزور في لي زيكول بريفي، تعطي ساعات تعليم في المدارس الحره المرموقه مدينه الدار البيضاء، ولكن مع المواصلات مكرفس.
فجاء الامتحان ديال الاساتذه ديال التعليم العمومي اللغه الانجليزيه، قال لي راني تقيدت. قلت له مزيان، شجعته قلت له سير. فالسيد دوز ساعه من بعد ساعتين وجا رجع عندي. قلت له ما شنو ما مشيتش الامتحان؟ قال لي ودي لقيت 5000 واحد واقفه قدام. لا يعني ما لقيتش المدرسه. قلت له واش انت كتضحك عليا؟ قلت له اي سائق تاكسي في مدينه دار البيضاء تقول له المدرسه اللي شي فلاني يديه اللي تعرفوا كل شيء، جيني للحقيقه شنو وقع. قال ودي قالوا لي راه تجي 5000 واحد الامتحان في غتبان انت وهادي، حنا كنهضروا على السلبيه والتشاؤم، تعرفي اش غادي دير؟ انا غضبت عليك ولكن ما عندي ما ندير دابا سي طوطو، ولكن العام الجاي انت باقي غير العام الجاي غدوز على الامتحان وغادي تنجح. كذلك نقولكم والله علي شهيد في هذه القصه بالكلمه بكلمه، واذا سافرت وتلاقيت مع هاد الاخوه غيدير لكم شهادات باش نشجعوكم تحيدوا من راسكم السلبيه والافكار المريضه اللي مدخله لكم في راسكم. راه كل واحد الرزق ديالو، ملي تدخل راسك في ذاك العموم ديال المحبورين والمهمشين وداكشي تبقى مهمش ومحبور حتى تموت. لا سيدي انا كل واحد يضرب على راسو كوم مع الله. دازت سنة بسهولة وجات السنة الثانية ومشى السيد ودوز الامتحان نجح في ليكريش، قالوا لي صحاب السلبية والله علي شهيد، قالوا لي في لورال غادي يلوحوك. جا عندي قلت له عندك تسمع على الخطا وما تقدمش سير لورال ديال غير. مشى دار لورال، وكان عندي واحد الصديق من بين الناس اللي كيدوزو لورال، قال لي الا جا عندي حيت عندي فيه ثقة انا غينجح ما غندخلوش لاصال ديالي باش ما يقولش راه نجحني هو، غنصيفطو لشي صال اخر. وفعلا مشى ودخل عند ناس ما كيعرفوش ونجح ودوز السنة ديال التكوين ديالو وتعين وجا عندي كنخلى عندي شي كتوبة وباسني هنا وتسامح معايا وقال لي لا ولا زعما داك الفضل الله وانت وانا لا ازكي نفسي على الله كنت غنضيع. دونك لا للسلبيه لا للتشاؤم، دير راسك برنامج توكل على الله وخدم. هادو شابين حكيت لكم القصه ديالهم ياك باش نحفزكم باش ما تبقاوش متشائمين ولا سلبيين، خدم على راسك البلاد فيها الخير حتى يرث الله الارض ومن عليها. فهمنا؟ إلى من سمعني سلامة. القصة ديال هاد الشابين الاثنين يعني تقريبا نموذج كيعيشوها كاع الشباب المغاربة، يبني مصير ديالو على واحدين فاشلين. وعلاش ما تشوفش هادوك اللي نجحوا ولاد الشعب وأسوا حياة وفتحوا أسر وشراو مساكن، يعني شراو لي زابارتمون مشاو دي فواتور كيسافروا وعندهم وليدات وعندهم حياة، الحياة أصلا كفاح. علاش ما تكافحش نتا دون لو بون سونس في الاتجاه الصح؟ علاش لا تمشي نتايا تنضم لدوك الفئة ديال الفاشلين وتبدا تبكي معاهم؟ علاش بوكوا؟ دونك الإنسان اللي عنده ثقة في الله، ديك الثقة ديال الله يكتسب منها الثقة في نفسه ويمشي في المسار الصحيح ويعدل حياته ويدير راسو برنامج ويتعلم حوايج. راه اليوم عندكم حظ كبير بهاد النعمة ديال الانترنت اللي ممكن تتعلم يعني لغات وتتعلم حوايج اخرين مهمين في الحياة العملية ديالك. كتحط الدبلوم ديالك وكتحط معاه شي حوايج، عندك كومونيكاسيون وشحال مهمة الكومونيكاسيون في ايامنا هادي، يعني بل كتلعب دور اساسي في الاختيار ديال لي كونديدا. عندك لغات اجنبيه، عندك مثلا ان ميتريز ديال لوتي انفورماتيك مزيانه متطوره، عندك درايه بها كبيره، يعني اي اضافه لذاك الدبلوم ديالك كتبيعك غالي في سوق الشغل وكتعطيك ثقه. داك المشغل ما يبغيش يفرط فيك. دو بيرسون كلهم عندهم ماستر ولكن واحد عنده اضافات، يشدو هذاك اللي عنده الاضافات بطبيعه الحال. نتمنى تكون هذا الفيديو نالت الإعجاب ديالكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. نتمنى لكم أوقات جيدة ونطلب منكم فكروا شوية في حسن استغلال هذه المواقع ديال التواصل، استغلوها لفائدتكم وبعدوا من ديك الفضائح والأمور التافهة اللي كتاخذ منكم وقت كبير. كيف أنا لعب بديها في راسك حتى دير راسك بلاصة ولعب ديك الساعة. تحياتي.